السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاج جمال؟ الحمد لله يا اخويا، يا رب انت تكون بخير. بخير والله الحمد لله رب العالمين. وبتين شايل هنا وعمك جمال ياد بسرعه. اوامر يا صاحبي. هو اصلك انا كنت اتكلمت مع فتحي في موضوع كده، بس ما ينفعش دلوقتي تنفذ معاه بعد الكلام اللي انا سمعته ده. بس كان على البيت والورشه يا حاج، يعني الموضوع مقفول ومش هيتفتح تاني. يبقى اكيد بقى الكلام اللي انا سمعته كله بجد. الاستاذ حامد الله يرحمه كان كاتب له كل حاجه باسمك بجد قبل ما يموت. الله يرحمه. الله يرحمه. انا دي حاجه داخليات بيني وبين انا واخواتي ومحبش اتكلم فيها. تخص عليك يا رضوان، بتكسفني. ماشي اخويا براحتك. حاجه جمال اللي انت بتقول ده، كسفك يا جدع انت. انا بقول لك دي داخليات بيني وبين اخواتي ومحبش اتكلم فيها. لا مؤاخذه انت اللي كسفت نفسك بالسؤال في الموضوع ده. بص اخويا، هي مش حشريه مني يعني، بس هو ده شغل بيزنس يعني. البيت ده يلزمني. شوف انت الزياده اللي انت طالبها قد ايه وقول لي، وانا ترجم مع نفسي كده واشوف اذا كنت هقدر ادفع ولا لا، وهتبقى جزره وقطمها جحش. الجحش قطم الجزره من بدايه الكلام. انت اللي عم جمال اللي عايز تسمع ولا تفهم. طب اخويا سمعني كده وفهمني وقرني دماغك، انت ليه مش عايز تبيع البيت يا ابن الناس؟ ابويا لو كان عايز يبيع ما كان باع ملكه وحقه. وبعدين ابويا كان واقف في البيع، انا اللي همشيها يعني. ملكي، مبسوط فيه وعايش كويس. بعدين الورشه دي اتصنع اسمها في 43 سنه. اجر ما كده معلم جمال ده الكلام. انا اللي عايز اسالك سؤال بما يرضي الله، اشمعنى بيتنا اللي عايز تشتريه يكونش تحته اثر؟ انا هفهمك اخويا. هنا اخلص مع شخص واحد، مش 100 ساكن بقى يطلعوا لي ويطلعوا عين ام اهلي اللي خلفوني تما، وفي الاخر يطلع لي واحد منهم بس يقف لي زي اللقمه في الزور كده وما يرضاش يبيع وابقى انا اللي لبست. انا مش عايز اطول عليك واعطلك، انا ما عنديش النيه ولا هيبقى عندي النيه يا عم جمال. شوف لقمه عيش في بيت تاني، لو مش لاقي بيت اقسم بالله العظيم اسيب شغل وانزل ادور معاه. ماشي يا عم رضوان، ماشي انا هسيبك وامشي، بس برضو هسيبك تفكر مع نفسك وحفضل ازن عليك. سلام. طب الشاي؟ الشاي واحنا بنمضي مع بعض. سلام. مصر انت برضو يا عم جمال؟ ماشي.